بعد ما افتتحوا العروبة رحت على خريص الزحمات شارع عريض. الله يرزقنا ويرزقك يا خاله، بس ما لقيت الا هذا المكان عند باب استراحتنا، ترانا طفاره. يا خاله يا خاله، وش بهذي؟ كانها ما تسمع. عموما الله يعطيك الصحه والعافيه ويرزقك من واسع ابوابه. لا! بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. وش ذا يا ولد؟ كابوس؟ بسم الله. وين راحوا ذول المبزرة؟ الو. هلا عامر. وين رحتوا انتم؟ يا ابوي في المطعم عازمنا شكوش. طب ورا ما قومتوني؟ صحيناك صحيناك ما قمت. جيبوا لي عشاء وانتم جايين. طيب يلا. يلا مع السلامة. ارحب ارحب. هلا بالحامل والمحمود. وهذا أحلى عشاء لعيون العيال، وخاصة لعيون الخوي عزوز ونورت الرياض. والله عداك العيب، أنا عارف إنه قصدك العيال كمية، وأنا الأساس في العزيمة صحيح. أقصدك أنت حبيب حبيب. ريحة الغربية كذا وحشتني يا أبوي. والله إنه مكة تسلم عليك وتقول لك تعال أشرب من زمزم. يجي. اي والله وفاتك الزملات الجديده والحركات البركات. اما والله نازل مزمار جديد حاليا في الاسواق. ايش راح يشتكي على اصحابه؟ راح يشتكي على اصحابه. قالوا له روح يا فقي بابو. يلا لا لا يلا لا يلا لا لا. انت وياه يا ابو يخلصوا كله سموا بالله، خلينا نروح الاستراحه نلحق على المباراه. المباراه بين مين ومين؟ يا سبك بين ريال مدريد وبرشلونه. دقيقه يا اخوان، قبل ما تاكلوا حلفت تيجوا مكه عندنا ارسلوا لي كل مي، بس انا ادق عليكم والله لا اجيب لكم قعود وجلوس ووقوف كمان. كبير سمي بالله. بسم الله. حبيب قلبي الدوري محسوم المدريد ما يبيلها واحد اثنين، وفي مباراه الليله ما راح يفوز برشلونة، بيدقونهم دق. يا ابو يسر انت ومدريدك هذا، على فكره ترى فريقكم يعتمد على الثلاثه اللي قدام، لو راح واحد تضيعوا. توقع الخاص رونالدينو حيسجل اليوم. طول عمري اقول عنك فقي، رونالدينو ساب الفريق من سنه جدي. الحين هي ورا ما تاكل انت؟ لا بس الحمد لله شبعت. يا ابو ايش بك كذا ما انت على بعضك؟ ها؟ لا بس يوم كنت نايم حلمت بحلم كذا يخوف، واحدة عند باب الاستراحة أقول لها وش مجلس هنا واخر عن الباب شوي، إلا انقزت علي وخنقتني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رجال تعوذ من إبليس ما بهلك الخير إن شاء الله، بس أنت وسع صدرك الحين. يا دم شواذ إيش اللي قاليه؟ حرمة وخنقتني؟ خذ عبلات أدغاص وأحلام، أمشي نلعب فيفا كسر رأسك. خاصة وتعقب تكسر راسي يا ورع. امشي الميدان يا حميدان اوريك انا الاحلام الحقيقية. يلا امشي. ايه بس اسمع انت وياه، جيم واحد خلاص، ترى المباراة بتبدا بعد شوي، اذا ما وقفت ولعب ترى بفصل ام السلك. يا رجال ذا حد مباراة واحدة. امشي امشي امشي. تعال اوريك. تضيع وقت حركات قديمة ذي. ها؟ الميدان حمدان ما قلت لك؟ اركض في ديتك الحين، كرها وكسر راسك. امشي انكر ابوها. هاي ايه تعال انت وياه، وش تكرونها يا ابوي؟ المباراه بتبدا الحين. كبير شاشه بلونه الابيض بعيد عن ابيض السلام في هذه الليله، وبرشلونه بالوانه الكلاسيكيه في اشهر الليله الكرويه، انطلاق الكلاسيكو. يا ليل مره مو وقتي. ها يا ابوي شكله مندش، بروح اصلحه. دقيقة هو بس انت قول لي هو عرب سات ولا لنسات؟ ناس سهيل سات. سهيل؟ ايه سهيل سات. ايه يا ابو فين فين حصل السلم؟ السلم تلقى ورا الخيمة. ورا الخيمة؟ شوف خمسة دقائق ما تصلح الدش انا مصول، اصلا في الحارة يسموني عبد العزيز دشات.
كفو والله. ايش ملك العفو حبيبي؟ اتحداك دقيقتين اثنين وكون شغال. يا عيال تراه طول. يسموني في الحارة عبد العزيز دشات، واخرتها طلع سبك يا عيال. شكوش لا قم معي خلنا نشوف شو الوضع شو صار عليه. قدام يا ابويا. هلا والله بكفت البطل. اهلا. ايه يا فقي عزوز. يا عزوز بيفوت الشوط الاول اخلص علينا وش صار؟ فينو ده؟ يا ابوي تدري امسك السلم هذا مطول و يد انتبه. عزوز يا ابوي مو في ذا اما فره سبده. شوف انا بشوف المباراه من الفاضيله بصلح الراس ابلفه يمين يسار انت تدخل جوا اول ما تجيك اشاره علمني. يجي وش الوضع يا ابوي؟ المهندس ياسر في السطوح كلها دقيقتين امورك في السليم. كفو. وعزوز وينه؟ وش السالفة؟ تأخر ذا بعد؟ ما أدري عنه يا أبوي غريبة. دق عليه. ما يرد. وش الوضع يا عيال؟ قم أنت وياه يلا. ياسر 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 وين راح ذا؟ هي 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 وش بك انت؟ سلم فين؟ هاي سلم في سلم كان هنا. اقول بلا حركات استهبال ورعنا على ما نفاضي تفهم ولا ما تفهم؟ وربي كان في سلم هنا دوب ياسر قبل شوية قال لي امسك السلم مسكت له السلم طلع فوق يا دوب دقيقة دخلت وخرجت راح السلم. يا راح السلم ما في غيرنا في الاستراحة. يا عيال الوضع مو طبيعي حتى ياسر ما يرد على جواله. الوضع فيه إنه يا ابوي لازم نخرج من الاستراحة هذه ونشوف أي واحد من برا يساعدنا في الهرجة الحويصة دي. أقول لك بطني وش جاك أنت؟ بروح بروح العمى. يلا رح انت الحمام وحنا نبي نجمع اغراضنا تطلع وندزها يلا بسرعه بس لا تتاخر. يلا شوش يلا امشي امشي. ها وين اغراضنا؟ يا ابوي الوضع صار يوتر. فين الاغراض يا ابوي؟ ابغاك تدري وش السالفه يا ولد. اهدى انت اهدى اركض خلنا نركز يا اخوي. امشي 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 قدامي. عامر وش بك؟ سيارة ياسر. انا قلت لك الوضع مو طبيعي انت ما ترد صدقني. طب اهدى اهدى يا شكش عشان نركز ونعرف نفكر بشويش. الحين انت يوم طلعت انت وياسر متأكد انكم لقيتوا السلم؟ تدري امسك السلم هذا بطول و يد انتبه روح يلا. ايوه متأكد كان في سلم وياسر طلع على السلم. طيب يوم طلع ياسر لقى عزوز فوق؟ عزوز يا ابوي مو في ذا اما فره ما لقى عزوز. هالوضع يخوف. اسمع حنا لازم نمشي الان يلا اركب. تعال يا فقي. كيف نركب والمفاتيح والجوالات كلها راحت؟ امشي نشوف تاكسي ولا شيء. وين تاكسي تلقى هنا؟ امشي خل نروح للشارع العام. امشي امشي. هاي تعال كفته بالحمام يلا رح نادى.
صفوا 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 مين يا عمي؟ تستهبل انت واجد تستهبل، مو بانا اللي اسحب على اخوياي. يلا رح نادى بسرعة. انت رح نادي، انا حرس السيارات هنا. تحرس السيارات ها؟ تستهبل؟ شف اذا ما رحت تناديه ابى اعلم كفته او بعلم العيال كلهم انك انت الخامة. بس تعال معي يلا. هيا روح امشي. خواف. كفتة يا كفتة اخرج، الله يمتحنك يا فقي. كمل في بيتكم. كفتة كفتة يا ابو الكفاتي، رد يا هو. يا ابوي الادب حاله حال ياسر، ارحم امك خليني امشي، ترى مو قادر اشيل نفسي. اصبر اصبر، انا بسوي حركة بس عشان اريح ضميري واخرخ شوي. يا ابوي انت ما حتفهم، اقول لك الوضع مو طبيعي يا ابو ضمير. انت الان كلها من يوم تختفي، خليك. شو السالفة يا ولد؟ ارتاد ارتاد، الباب قفل ارتاد، انا حبسنا، خلي كفته ينفك. ايه ما بوقت محاسب الحين، ما بوقت محاسب، خلاص اهدى اهدى. كيف نطلع؟ انا اعلمك، ابى احط لك يديني وتقمز من فوق الثلاجة وبتطلع فوق المكيف. يلا همش. ما ابغى اقمز، ما ابغى. كيفك اجل، ابى اخليك هنا في الاستراحة وقمزني انا. طيب يلا حط يدك. يلا اخلص اخلص. سم بالله. شكوش شكوش، وش انا مسوي؟ فكر انت يا هاي، فكر فكوني. بسم الله الرحمن الرحيم. وين أنا فيه؟ لا تتكلم يا لوح إلا لما أسألك، أنت تفهم ولا لا؟ إيش فيه؟ مو بعاجبك المكان يعني؟ لا عاجبني، عاجبني بس كتمة شوي. كتمة؟ الكتمة الحقيقية لما أشوف الموت طالع من عيونك. لكن في حالة واحدة، إذا سمعت الكلام وجاوبت على كل الأسئلة ولا تراوغ لا يمين ولا يسار، فهمت ولا لا؟ فهمت فهمت. بس يا لوح، مستعد اعلمك كل حاجه لو تبغى تعرف بيتنا وين واهلي متى يخرجوا ومتى يرجعوا، ولو تبغى الذهب حق امي والمفتاح السبير حق ابويا. بس ارحم امك، فكني وشي العصاية هذه. يا اخي انت تعجبني على انك عبيط واهبل، وفوق هذا انك لوح بس عاجبني. بس يا لوح انت وياه لا تضحك. لا عندكم حمام؟ اقول قديمة الحركات هذه. يلا اخلص علينا وقل تكلم. اقول لك جيبوا لي الحمام هنا ولو ودوني هناك عند الحمام، ما اقدر اتحمل. ايش الريحه المعفنه هذه؟ يلا انت وياه شيلوا شيلوا، طلعوا برا. يلا يلا برا. لا 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 تصارخ الله يحييك. نعم نعم ايش قلت؟ اقصد لا 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 تصارخ عشان احبالك الصوتيه ما تتجرح وكذا، وانا بجاوبك على اي شيء تبغاه ان شاء الله. اقول اخلص تكلم، يلا تكلم. بتكلم بس خشمي يحكني شوي. ايش قاعد تسوي انت؟ أبحك خشمي. طيب الله يطول عمرك. أقول أخلص تكلم أخلص. بتكلم الله يطول عمرك، بس ترى ما لها داعي التربيط هذا والجلد والأشياء هذه، وتكفى وخر عصاتك شوي، ترى الشيطان شاطر. أنا الشيطان بكبره والله، ما تكلمت لا سددك لكمة على وجهك،
لا نسيك حليب امك. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. وين بتروح من دعوة المظلوم؟ الله يسلط عليك يا رب، الله يسلط عليك. ايش قلت لهم؟ اعطيتهم معلومات غلط. وانت؟ انا كبيت العشاء. لانك وجه نكبه يا ابوي. ايش اسوي؟ شفت الموت قدام عيوني. اصلا ما تفرق، لان اغراضنا معهم وجوالاتنا معهم ويقدرون يوصلون لكل شيء. يا عيال احس ان نهايتنا قربت، احس اننا ما احنا طالعين من ذا المكان، لاننا دليل عندهم ولازم يتخلصون منا. حللوني، سامحوني يا عيال، سامحوني. مستحيل يا اخي. لا تقول كذا، يرحم امك. لا تقول كذا، ترى باقي لنا شويه امل نطلع من هنا. لا تدمروا. والله وهو صادق شكش. يا الله يا رب انك تطلعنا من هنا سالمين غانمين. يا الله يا رب انك توخر عنا ذا المصيبه يا رب. من عرفت نفسي ولا احب الدم ولا ارتاح الا لين اذبح واحد ولا اثنين، لكن معاكم انتم ما قدرت اتعامل معكم مثل اي ضحيه من هالضحايا. عارفين ليش؟ لانكم مبزره. واحد يسويها على نفسه، والثاني مهايطي، والثالث يبكي، والرابع سرواله مشقق. عشان كذا انا قررت اني ما اذبحكم، لكن اللي بيذبحكم جمايكا. جمايكا شوف شغلك. ضحكت عليكم، ما كلفتكم من الاستراحة من الألف للياء، كله مصور في الجوال. فضيحتكم بجلاجل هنا المقلب، والله خلاكم جبك وبكاك. قفتة مدري هو شغلك سويتها تحتك. والله نشفت البركة وانا الضفادع. خلاص كل هنا مسجل، فضيحتكم جاية جاية. تعالوا يا علي سمت عليهم. تعالوا دقيقة دقيقة قبل ما يقول اخوان تكفون طلبتكم يا متابعين، ابغاكم تضيفونا على قناة اكس واي زد. قول ابوكم ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. هنا تاكل خشب خشب، هنا تسمع طرب طرب، هنا تاكل خشب خشب، هنا تاكل مقلب مقلب، هنا تاكل مقلب مقلب، هنا تسمع طرب طرب. هيا خليك يا عمرو شكوش يا